الله وبركاته أعزائي تلاميذ السنة الرابعة في حصة جديدة من مادة التاريخ، وهي الحصة الأخيرة لدرس الدولة الجزائرية الحديثة. إذن أعزائي، ذكرنا سابقا أن سقوط الأندلس جعل التحرشات أو سهل التحرشات الإسبانية بالجزائر، فاستولت على الموانئ وقامت ببناء حصن البنيون بالجزائر. وذكرنا أن حصن البنيون حطم في عهد خير الدين سنة 1530 ميلادي. إذن أعزائي، من هو خير الدين وما المقصود بعهده؟ هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم. عنوان درسنا هو الوجود العثماني بالجزائر. أعزائي، خير الدين بربروس أو بربروسا هو بحار عثماني وبطل مسلم أرعب الملوك الأوروبيين، ولقب ببربروسا أو لقبه الإيطاليون ببربروسا لأنه ذو لحية حمراء، وله أخ يدعى عروج. كان الأخوان بربروسا في مهمة لنصرة المسلمين الأندلسيين وإنقاذهم من بطش ووحشية الإسبان. فالإسبان أعزائي لم يكتفوا بأخذ الأندلس فقط، بل لاحقوا المسلمين الأندلسيين وحاولوا القضاء على الدين ومحو الإسلام، إما أن يجعلوهم نصارى أو يقوموا بتعذيبهم. إذن كيف تعرف على بنو زيان؟ كيف تعرف الأخوان على بنو زيان؟ يمكنكم فتح الكتاب صفحة 56. ونبدأ بالسند الأول. ذاع صيت الإخوة بربروس في صد القرصنة الأوروبية ونجدة مهاجري الأندلس، ونتيجة اشتداد الهجمات الإسبانية على الموانئ الجزائرية استنجد بهم الجزائريون. إذن أعزائي، بعد اعتراف أمراء بنو زيان باستيلاء الإسبان على بعض الموانئ الجزائرية، لم يقبل الأهالي بهذا وأرادوا مجابهة الإسبان وطردهم من الموانئ، فاستنجدوا بالإخوة بربروس بعدما سمعوا عنهم من بطولات. وأكيد الإخوة بربروسا قبلوا بمساعدة الجزائريين، وبدأت المعارك ضد الإسبان، فاستشهد عروج في إحدى المعارك. إذن كيف أصبحت إذن الجزائر ولاية عثمانية وكيف استشهد عروج؟ ننتقل للسند الثاني لنعرف هذا. باستشهاد عروج سنة 1518 ميلادي، شعر أخوه خير الدين بالخطر، فأشار على الأهالي بطلب الحماية من السلطان العثماني. ونظرا للتشابه العقائدي بين الطرفين، لبى سكان مدينة الجزائر الطلب، فأصبحت الجزائر بذلك ولاية عثمانية بإرادة سكانها. إذن أعزائي، استشهد عروج في إحدى المعارك، وبعد أن استشهد عروج شعر أخوه بالخطر الشديد للإسبان، فلم يعد قادرا لوحده على الدفاع عن الموانئ الجزائرية، فنصح الجزائريين بالاستنجاد بالسلطان العثماني. أكيد الجزائريون قبلوا هذا لأن السلطان العثماني سليم الأول كان يمثل الخلافة الإسلامية، فبعثوا برسول إلى السلطان سليم الأول وطلبوا منه أن يضم الجزائر للدولة العثمانية لحمايتها أكيد. فكيف كان رد السلطان؟ هذا ما يمكن أن نعرفه في السند الرابع. لبى السلطان العثماني سليم الأول طلب سكان الجزائر سنة 1518 ميلادي،
فأصبحت الجزائر إيالة عثمانية، أي ولاية عثمانية، وعين على رأسها خير الدين تحت اسم بايلر باي، أي أمير الأمراء، وكان هذا اللقب في مرتب يمثل مرتبة عالية لخير الدين بربروسا. لاحظوا معي إذن هذه الخريطة التي تمثل إيالة الجزائر، وهي تابعة للدولة العثمانية تحت الراية الإسلامية. ولكن أعزائي، تمتعت الجزائر بكامل سيادتها أثناء مكوثها أو أثناء وقوعها تحت الحكم العثماني التي طلبته أكيد. ماذا فعل خير الدين بعد استلام الحكم؟ بعدما استقر الأمر لخير الدين باشر في تحرير السواحل الجزائرية من قبضة الإسبان، بداية من القل سنة 1521 ميلادي، عنابة سنة 1522 ميلادي، ومدينة الجزائر التي اتخذها عاصمة له بعد جيجة. إذن أعزائي، عندما استلم خير الدين بربروسا الحكم بالجزائر، باشر في ترتيب وتنظيم السواحل، وشرع في وضع الخطط العسكرية ليطرد الإسبان، وفعلا نجح في طرد الإسبان من الموانئ الجزائرية. لاحظوا معي التقسيم الإداري للدولة الجزائرية العثمانية التي كانت تحت الراية العثمانية الإسلامية. إذن تلاحظون الجزائر أصبحت العاصمة وتسمى ولقبت بدار السلطان، وقسمت الجزائر إلى ثلاث مقاطعات: بايلك الشرق، بايلك الطيطري، وبايلك الغرب، حيث كان يحكم كل مقاطعة باي، وهي رتبة أسفل رتبة البايلر باي. إذن أعزائي، من هنا عرفت الجزائر باسمها. كانت الجزائر العاصمة فقط تسمى بالجزائر، ومنذ هذا وفي هذا الوقت في النصف الثاني من القرن السادس عشر لقبت الجزائر باسمها. في السنة السادس أعزائي، هذه صورة لقصر الداي، وهو مقر السلطة العليا. بهذا انتهى درسنا لهذا اليوم. يمكنكم إخراج كراساتكم وتدوين ما تعلمناه. إذن العنوان هو الوجود العثماني بالجزائر، تعلمت. استنجد الأهالي الجزائريون بالعثمانيين كقوة حامية لمواجهة التحرشات الإسبانية، ثم تحولت الجزائر إلى ولاية عثمانية بإرادة سكانها، ولكن كانت لها سيادتها الخاصة بها. وأكيد شرحنا معنى السيادة، أي يمكنها أن تتخذ قراراتها دون أي ضغط. وبقيادة خير الدين بربروس حررت الجزائر من قبضة الإسبان. بهذا أعزائي انتهت حصتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله، إلى الملتقى إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.